على كل حال خليني بقى اكلمكم كلام تاني. الجماعه اللي اتخدعوا في السيسي ده موضوع، اللي قال لهم انتوا نور عينيا، اللي قال لهم بعد سنتين هتشوفوا العجب، اللي قال لهم طب 6 شهور، اللي قال لهم طب شهر، اللي دلوقتي بيقول لهم 2020، لما بتبجح فيه يقول لك انا اللي جبت، انا اللي انت اللي جبتني، انا ماليش علاقه، انا انت فوضتني وطلعت فوضتني، خلاص مالكش عندي حاجه. ده اللي بيقوله السيسي لما تيجي تواجهه بانه فاشل، بيقول لك انت مضيت على بياض، وافقت ان السيسي جاي يحارب الارهاب، جاي عشان مصر ما تبقاش سوريا والعراق، انت مضيت له بالموافقه خلاص، وما اشترطتش عليه، قلت له ايه هي الحرب ومين هو العدو وايه حرب ايه، انت ما اشترطتش عليه. الراجل قال لك عندنا قوى الشر، عندنا الاخوان، عندنا مصر بتتعرض لمؤامره دوليه، وانت رحت ماضي ان ده الذكر اللي جاي يشيل لك من ده كله ويضمن لك لقمه العيش، فانت بعت كرامتك ودماغك وحريتك عشان تاخد لقمه العيش، لا خدت كرامتك ولا دماغك ولا لقمه العيش.